بسم الله، في حاجة اسمها سكرين كاست، ده تقدر تسجل بيه الشاشة البرنامج سواء اوتوكاد او نفسوركس او ريفيت او اي برامج اوتوديسك، وترفعه على الكاود بتاع اوتوديسك، فبتقول له انا عايز ابدأ اسجل، فهو بكل بساطة بيبدأ يسجل لك الشاشة بتاعتك، تمام؟ ولما تخلص خالص بتقول له ستوب، فهو بيبدأ يرفع الحاجة اللي انت سجلتها، تقول له ابلود، يبدأ يرفع لك الملف اللي انت سجلته.